بنك بيستخدم هذه التحويلات بصفة ودائع لحين صرفها، فبيقدر النهارده يستثمر اجزاء منها كبيره جدا في بعض الاستثمارات لحين صرفها الى المحولين او الى الاشخاص المستفيدين من المنح. فبالتالي تعتبر انها من الموارد الصعبه جدا، العمله الصعبه اللي مصر تقدر تستخدمها النهارده في يعني تخفيض الفجوه التجاريه اللي موجوده، زياده حصيله النقد الاجنبي. النهارده بيقدر ينوع المحفظه الماليه بتاعته ما بين دولار وما بين دينار كويتي وما بين ريال سعودي. وطبعا تصريح زي ده بيشجع اخواتنا واهالينا اللي شغالين بره في ازدياد تحويلاتهم اكتر من سنه للتانيه، رغم محاولات البعض في الخارج لتشجيعهم على ان هم يقللوها. حضرتك برضو شايف ان العمليه في ازدياد ولا محاولات الاخرين بتاثر عليهم؟ يعني بلا شك الفتره السابقه كان في نوع من الدعايه السلبيه جدا للتاثير على العمالة المصرية في الخارج من عدم التحويل، لأنه التأثير عليهم سلبيا كان بيؤكد قيمة هذه التحويلات خاصة كضخها إلى البنك المركزي وكودائع فيه. لكن أعتقد أنه الدولة اشتغلت بمنهجية كبيرة جدا خاصة البنك المركزي في الفترة الأخيرة، وبدأ يعمل نوع من المحفزات لهذه التحويلات ويؤكد على الثقة الكبيرة جدا بين الحكومة وبين البنك المركزي وبين العاملين بالخارج، خاصة في مسألة العقارات وخاصة في مسألة مبادرة السيارات اللي الحكومة طرحتها بشكل كبير جدا. تمام. فدي إعادة الثقة وإعادة الطمأنة إلى أهالينا العاملين بالخارج خارج مصر. وخلينا برضو نأكد مع حضرتك دكتور محمد إن اللي بيحول دولار دولاراته موجودة في البنك، اللي بيحول يورو اليورو موجود في البنك، اللي بيحول دراهم ريالات أي حاجة من الدول العربية يعوزها في أي وقت بياخدها. بالظبط، وفقا للعملة المحولة، ولو الحق ان هو يصرفها باي سعر صرف هو عايزه. يعني هو لو عايز محول دولار وعايز ياخدها دينار كويتي بياخدها، عايز ياخدها عمله محليه بياخدها. يعني منتهى الاختياريه جدا في مساله الصرف ومساله التحويل، ولا يوجد اي نوع من انواع الخلط بهذا الامر، واعتقد انها شائعات سلبيه جدا.